القلوب. علماء إسبان في برشلونة توصلوا لاكتشاف الخلايا المسؤولة عن سرطان الدماغ غليوما القادرة على التطور والانبعاث بعد العلاج الجراحي. جوان سويواني يشير إلى أهمية الاكتشاف الذي سيساعد في تحسين عملية التشخيص ومحاربة التورم بشكل أدق. هذه الخلايا ليست فقط مسؤولة عن عودة التورم، بل هي أيضا مسؤولة عن مقاومة العلاج، وهي منخرطة في تكون التورم. الدراسة أظهرت أن الخلايا التي تتسبب بهذا النوع من التورم مكثفة بنوع من البروتينات، كما لاحظ العلماء أن بعض الهرمونات تنشط عملية عودة الخلايا السرطانية. ويقارن سيواني الجليوما بالأعشاب المضرة، ويقول أنه حدد خلايا البصلة التي تغذي الأوراق. الآن بإمكاننا تحديد البصلة ومعرفة الخلايا التي تكونها، ما سيمكننا من دراستها. هناك عقاقير تقضي على البصلة وأخرى تقضي على الجزء العلوي، وبالتوفيق بينها نقضي على التورم نهائياً. وتورم الجليوما يصيب 13,000 شخص سنوياً في أوروبا، ويعتبر من أخبث الأمراض، وتشخيص هذا التورم ما زال صعباً. الاكتشاف طبق على الفئران، وهو في المراحل الأولى من التطبيق على الإنسان.